أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راها بدات. حلقة اليوم نحكو فيها على المالية، على التقشف والخلل في الميزانية، على السوق السوداء والعملة الجزائرية، وكيفاش العملة الصعبة تتبدل غيب السرية، على البترول والأزمة الاقتصادية، على اليد العاملة ومشاكل المديونية. البترول طاح والدينار جامي طلع، والشبيبة عند الحيط راها دايرة اجتماع. ابقوا معانا غادي نطرحوا مشكلة، حتى الوين تاكل يا فصيلة، حتى الوين تا ما على باليش، جاوب غينتا ما تسقسينيش، كلش باين راك تشوف شارا كاين، لا جوناس تضيعو هما يدو في الملاين، خزينة معمرة والشعب يعاني، لا جوناس مضمرة شنزيدك تاني، عند الحيط مسمرة لافونير مغبرة، بلي ديبلوم وفي بوطيرة حتى مقمرة. التخلف والتطرف زادونا التقشف، ومسؤولين ممتازين في سوء التصرف، سوء التسير حنا الولا في الاستيراد، والدولة في التصدير وما عدناش الاقتصاد. ماشي حالة فوطينا على المسائل باش يلقاونا الحلول من يديروا التحاليل، ماشي باش فوق الأزمة يزيدوا أزمة، يزيدوا لينا فضوا باش يخلص حارس المرمى. هذا الرأي الأول نزيدك رأي أنا، الناس وصلت لقمر وما زلنا في الجيريكانا. تبيع الماء 3000 للبيدون، زيت عدير تخلص بالدينار، وانا باغي نفهم شراك تدير بالدولار. انا نبيع قاع الحاجة اللي تنباع، في المجد ندور الماء وفي الصيف نبيع الدلاع، وملي البترول والدينار داروا قلبار، راني نبيع ونشري ونتاجر في العملة الصعبة. نورمال تلقى صراف أنوار يبدل لك الدينار بالأورو ولا الدولار. راب نيوز جابت لنا مثال، اسمه معايا خونا اللي عايش الهيه جاقال، باش وي ميغري عايش في الغربة، كي ندخل البلاد نجيب معايا العملة صعبة، باشي في البنكان بدل الدولار برا خير ديفيرونس تاع 4000 دينار. سي نورمال الناس تتبع الفايدة، حتى أنا مدابية سومة زايدة، كاين نقطة لازم نشيروا ليها، المواطن كي يسافر ويروح ليها يعطوهم 150 دولار باش يحوس. 150 دولار باش يحوس، ياكل بيها ولا يشرب بيها ولا يرقد بيها، جو بريفير يقعد ويحمم بيها. سي بوغ سا الناس راها تشري اونوار، تشري السومه اللي تبغيها او تكفيها. اللي تكفيها هادي رانا عليها، عندنا في البلاد ما شبعوا ما زادوا فيها، الفولبويات يدو، الحوت الكبير يدو، والمواطن يشوف بعينه ويضرب يدو. عذرا والان نولوا للموضوع، التقشف وشكون جاب الفكره تاع المشروع، راه معانا اليوم مسؤول الماليه، اي رد عليا، ارخف الحزامه شويه. ما عجبكش القانون عندك مخالفه، ما تاكلش المقارون عندك مخالفه، طاح البترول والغاز ووقعت المحاسبه، طاح الدينار وطلعت العمله الصعبه، ما عجبتكش السياسه عندك مخالفه، احنا يا كاع في ياسا عندك مخالفه. اسمح لي نقاطعك، ما فهمت والو، ماشي من قبل كنت تقول ما داروا والو؟ سوء التسيير راه مضيع الاقتصاد، خسرنا الملايير بسبب الاستيراد، سياسة لونسياج في البلاد غادي تفشل، خسرنا ملايير وفي لاكاست والو ما دخل. انا نروح كيما العادة، الهربة تسلك ياو، كي تكون تاكل الحوت جي قطة ودير مياو، تعطيها الحوت فاسكو مسكينة تشفك، هادو انت عطشان وهو يشرب ويدفك. من الدراهم والشيكات نروحوا للشكايات، كيما عودناكم نسمعوا حكايات، روك نشكي وبكي، لا عندك مشكل لحكيه، رانا هنا باش نسمعوك خويا قول اللي تبغيه. ما عنديش مصروف نهار، ما عندي وي 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 ويش بويش نشري الدخان، هوا 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 وانا في بير وير بس يفري هوا هوا هوا.
والآن في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله راهم بوشي واللي قلبه راهم توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي في الكون في الرخم وارتاح نفليك سيا نعيط لك سي باجين سمسية نقرا لي كور دو سوار ونرسل لك ميساج بالفرنسية أنا بالميل سوا وانت يا بالجالاكسية انت ترس لي لي جو تام وانا نقول لك موا اوسية نتنرف هو ونعود ونتران جوا نخونا الجديد دو شوف هو ونديرو روندي هو لا بغا بلا فرمية المهم نديك تحوسية اللطوب لا حزامة معليش نخلص لبروسية ما عنديش الله غالب ما عنديش شباغي ندير ما عنديش ما عنديش ما عنديش الله غالب ما عنديش شباغي ندير ما عنديش ما عنديش أعزائي المشاهدين العدد تاع اليوم كمل نتمنى تكونوا قانعين واللي ما فهمش يجي يسأل على راب نيوز @gmail.com أعطونا رأيكم حنا منكم وهذه حصتكم أيا وتشاو باي باي زيدوا تابعوا ما تنساوش في الاستفسارات رانا قارعوا إلى اللقاء في عدد جديد إن شاء الله مع تحيات حصتكم راب نيوز